هو الراجل طريقة وممكن لعبه، يا استاذ محمد طريقة اللعيب لعبه مسؤول بيتكلم، هو عضو مجلس اداره بيتكلم، ماشي واحد ماشي هو مش صاحب اي قرار في حاجه. بالظبط. بس هي الاسماء برضو انت ساعات ساعات انت طبعا لو انت ساعات يجي محمد لك راجل خبر، لاعب منتخب لا ولاعب ما قبل اقصدش كده انت ساعات ولاعب يجي لك جاي خبر تمنطقه برضو، يعني انت تقول مش ممكن، ساعات يجي لك خبر تقول مستحيل، ما تسالش عنه حد في مركزه محتاج. وفي ساعات يجي لك خبر، يعني هو الراجل بيعتمد بص اعتماده الكامل على نص الملعب، نص الملعب بيحط فيه خمس لعيبه طبعا، لا الديفندرات اربع لعيبه لا وطريقته الاثنين السته او ثمانيه دول اساسي في لعبه وهم مش موجودين في الزمالك. حلو. خلي بالك المفاجاه ان هو مقتنع برؤى جدا، يعني شوف الناس كلها عايزه تمشي رؤى، رؤى يمشي، هو مقتنع برؤى بس هو مقتنع بيه كبديل مش كاساسي، يعني هو هيمثل. لا يعني هو زعل قوي ان رؤى اصيب في التمرين الاخير ومش هيلعب الماتش النهارده، كان زعلان جدا جدا. لا هو مقتنع اصلا مش شرط، هي قناعات، ما هو عايز رؤى مع اتنين تقال، هي المركز ده انا بقول لك ده اساسي اساسي فعشان كده ايه رؤى مع دونجا مقتنع برؤى.